مشاهدينا الكرام، مساء الخير، مرحبا بكم في هذا الحوار الحصري رفقة الفنانة الرائعة والجميلة سعيدة شرف أكيد اللي حاضرة معنا بقوة، وما شاء الله غدو كتزياني وزيانيتي والناس كلهم دايرين ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك ولا انستغرام وتيك توك، كلشي كيهضر سعيدة شرف. زيانت سعيدة شرف الحنيكات كبروا ليها، سعيدة شرف النيف تقاد، واش دارت عملية التجميل ولا الخميرة ولا التحميرة؟ أول شيء تحية لكل المتتبعين عبركم، و يعني شفتي في بنت الدار ياك، فأكيد أني سعيدة جدا بمتتبعكم أنهم يكونوا كذلك من جمهوري علاش لا. وبالنسبة لموضوع التغيير، شنو بالك نقول ولا ما نقولش؟ قولي قري. حصريا يعني اليوم على شوف تي في اللي وقع، اول حاجه ثلاثه الحوايج باش غنكونوا واضحين بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي بطاطا ومعطيشه والبصله والخميره ومالي الخميره، واللي كيقولوا الخميره، غير باش نشرح لكم الخميره كنتكلم على البشره، فانا كنتكلم على لابو او البشره هي اللي كنتكلم عليها، اما شكليا او شي حاجه اللي عندها علاقه بالشكل او بتغيير او بحاجه، فهذيك عندها علاقه بطبيعه الحال، ما يمكنش غادي تجي ديرها الخميره. فاللي دار بكل بساطه ثلاثه الحوايج، سعيده شرف غيرت لون شعرها اول حاجه، ثاني حاجه سعيده شرف غيرت شكل او طريقه مكياجها، ثالث حاجه وهي المهمه في هذا الشيء كامل، هو سعيده شرف دارت عمليه تجميل لانفها، جمعت هذا الجنيب ديال الانف ديالي لانه ما شاء الله الاكسجين اللي في المغرب كامل كنت جامعه الاكسجين اللي كان في المغرب كامل كنت جامعه بعده، فكان هو ما هرس العظم لا والو، يعني عادي غتشوفوا تصاوري القدام وغتجيبوهم، يعني جمعتي غير الماء هادو تجمعوا، ف ولات عندي تبارك الله حتى لا بوانت وداك الشيء. ف لذلك تغير الشكل ديال وجهي، زائد انه بطبيعه الحال كيف قلت لك طريقه مكياجي تغيرت تماما، وبيان سور لي فوتو ملي كنحطهم داك الشيء راه شويه ديال شويه ديال الرتوش وشويه داك الشيء طبيعه الحال. وانا سعيده من غير الالف الناس كيقولوا واش زدتي لحناك ولا انت اصلا مطيب زمان كنتي صغيره. شوفوا تصاوري القدام غتلقاوني بقنين فاتي، غتلقاوني كنت بشدوقي بحناكي كنقولوا حنا، وكنت بكل شيء. وبهذا المنبر تحيه كبيره للصديقه والفنانه ماشي دكتوره جميله اطناز، فعلا كنبغي نشكرها عبركم لانها رائعه، ايديها كتلف حرير كيف ما كنقولوا. علاش؟ لانها اول حاجه الوحيده، اذا لم انا ما عرفتش واش كاين شي واحد اخرين، ولكن انا اللي كنعرف أن الوحيدة اللي كدير هذه الطريقة ديال لوكال، يعني فايقة وشادة المراية وقامت بالعملية بكل سهولة وكتخرجي لدارك عادية، فما عندهاش هذاك لو ريسك ديال تفيقي ولا ما تفيقيش ديال البنج كامل وهذا، فكل شيء كديرو لوكال. فبالنسبة لوجهي طبيعة الحال غيرني تغيير تام، فهو أنفي بردتو دابا يلا. سعيدة الناس دائما يعني كاين بعض الفنانات اللي ما كيبغيوش يقولوا راه حنا دايرين عملية تجميل، يعني أنت بكل جرأة قلتي أنا درت عملية تجميل. علاش ما غاديش نقول واحد الحاجة؟ سعيدة شرف تبارك الله في الربعين، فأنا ملي كنقول الله يعطيهم العمر ويوصلوا لعمري يوصلوا للسن ديالي وبقاو بحال هكا، راه كاين اللي دار التجميل وعنده يلاه 18 و19 و20 عام وعلم الله كي غيولي، انا ما درتش حاجه اللي هي تغيير كبير ولا مثلا كذا، عيني راهم عيني، فمي راهو فمي، شديقات راني غير تبارك الله غلاضيت من وراء الولادة، وبالنسبه للانف ديالي راه هو اللي غيرني. فانا علاش؟ لانه قلت لك هذاك الشكل كان شويه مديرونجيني شويه نفسيا، مع انه انا احنا في الصحراء الثقه في النفس كيف ما كانت تكوني غليظه تكوني كيف ما كنتي الحمد لله راضي. كنتي كتشمي بزاف دابا كتشمي ولا لا؟ لا داك الشم اختي غير الطريقه كنتي قلت لك كنت الاكسجين ديال كدار البيضاء والنواحي كنت جامعه عندي، ف كانوا شويه مدرونجيني في وجهي، فدابا مرتاحه لما بقيت كندير داك الكونتوريك ديال الانف وداك الشيء صافي ما بقيت. دابا مزيان تبارك الله عليك سعيده دائما جميله وشكرا على صراحتك. سعيده مؤخرا احتفلتي بعيد ميلاد ليليا الزهره الله يحفظها ليك البنوته من سي رضوان الله يخليه ليك، يعني الزوج الصالح اللي رزقك به الله، وان شاء الله تكملوا حياتكم
مجموعين، فشفنا صور انتشرت ديال الاحتفال بعيد ميلاد الصغيرة، أول مرة كتبينيها على مواقع التواصل الاجتماعي كيشوفها الجمهور. أول حاجة طبيعة الحال الله سبحانه وتعالى حبني بزوج طيب جدا، فهاد الجائحة بان المعدن ديال الناس كاملين، فعرفنا الصالح وعرفنا الطالح وعرفنا الحبيب وعرفنا الصديق وعرفنا اللي كيبغيك لنفسك وكيبغيك المصلحة، وكل واحد لأنه المصالح تقادات مع كورونا ما بقى حتى مصلحة، ما كاين لا خدمة لا والو، فما كاينش المصالح، فاللي كيبغيك كيبغيك لنفسك كيبغيك ليك انت لشخصك. فمؤخرا كيف شفتو طبيعة الحال الاحترام التدابير الاحترازية ديال هاد الجائحة، كان احتفال بسيط جدا فيه زوجي وأولادي وفيه أم زوجي الله يطول عمرها عزيزة وغالية علي أم الزهرة، شوفي سبحان الله نفس الاسم. نفس الاسم ديال أمي، وطيبة جدا كتموت عليها وكنموت عليها، وحمياتي اللي هما أخوات زوجي كاملات كان كلهم كل احترام وكل تقدير، وخويا سفيان كذلك، فكنا العائلة فقط مجموعين. ودكتورة جميلة صيفطتنا الهدية من بعيد، وخا صديقاتي الأخرى تقلقوا عليا صوفيا وهذا، وسليمة الحاضرة الغائبة كانت بنتها حاضرة، فهي اللي درت لديكم مع الدراري، قلت له وخا ما انتي ما كيناش حاضرة، بنتك حاضرة ما شاء الله، لا ميزون دي كافتون حاضرة. ف كتافك في هذا الوقت إذا كانوا عندك الصحاب وكانوا عندك العائلة حنينة كيكونوا هما الكتاف ديالك. فتحية أنا والله العظيم تمنيت شي واحد يسولني على صحاباتي في كلمة. صحاباتك في كلمة والله، ولا قولي لي أنا كلمة. أنا نقولها لك صحاباتي، أعطيني الأسماء، أنت كتعرفيهم كاملين. سليمة، صوفيا الحريشي، سليمة أمي الحنينة عزيزة، صوفيا الحريشي بعزة ذاك الراجل ديال الكتاف صوفيا جميلة، الدكتورة جميلة، هذيك جات حتى الاخر جمعت لهم كل شيء الفرومبواز ديال صداقتي، هذيك الحلاوة ماريا جعدود. ماريا جعدود سعيدة، سعيدة صحفية يعني والله، ماشي كنقولك الآن كنعرف قلبك كبير، كنعرفك حنينة، كنعرفك حمقة، كنعرفك كتضحكي، كنعرف، ولكن كنعرف القلب ديالك كي داير حليب حليب. هادو هما صحاباتي تقريبا، نسيت احد ما عرفتش والله، فكريني شادية. وعندي أمينة، أمينة حبيبتي سبالادوس صاحبتي بزاف، و تحية لكل شيء. واحد خفت ننسى شي واحد، وهيبة، هيبة الغزالة اللي أكيد كترافقك ديما، هذيك بنوت، هذيك ولات واحدة من الدار، واحدة من البنات الله يحفظها إن شاء الله يوفقها. سعيدة شرف سمعنا أنه عيطوا لك في الجزائر، ويمكن غادي تكون عندك شي حفلة، لكن درتي واحد الشرط واعر. أول حاجة تحية لكل متتبعية في المغرب وفي العالم العربي، وبالخصوص كذلك في دولة الجزائر الشقيقة. فعلى فكرة اللي ما عارفش بأنه الدولة الثانية اللي كمتبعاني بعد المغرب هي الجزائر في الانستغرام على السوشيال ميديا، فتحية لهم. وكان هناك عرض لحفل، فهذا العرض فيه درت فيه واحد الشرط غريب نوعا ما، يمكن يجي ناس أو هذا، ليس شرط مادي بقدر ما هو شرط شوية يبان الناس غريب. فشرط أنه نبدأ السهرة ديالي بمنبت الأحرار ونساليها بصوت الحسن ينادي. وصل الجزائر، وصل الجزائر، هذا اختياري، وهم لهم الرفض ولهم القبول، فأنا دايرها بكل ثقة. فمن هذا المنبر كنقول موضوع الصحراء المغربية هو موضوع تعطلت فيه لغة الكلام، فلا نقاش فيه، حسم صافي، داروا القنصليات، داروا السفارات، كاين كذلك مشاريع جديدة جاية حتى من خلال منصبي الحالي، كذلك إن شاء الله غتشوف واحد، يعني إن شاء الله غنشجع استثمارات جديدة علاش لا، عربية ودولية علاش لا، إن شاء الله في الصحراء أكيد المغربية أكيد. وهذا الشيء اللي حاضر ليه اليوم في الندوة الصحفية اللي غتقومي بها هنا في مدينة الدار البيضاء، أنك تنصبتي سفيرة منظمة الأمم المتحدة. لا اليوم أنا اليوم منصبة كاتبة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للفنون فرع المغرب، وفي شهر مارس إن شاء الله سأكون سفيرة الأمم المتحدة في شمال إفريقيا، سفيرة للصحراء. الله برافو عليك، يعني وغادي تكون غادي تاخذي التنصيب ديالك في القاهره. والله كنتمنى اكثر من انه الاسم
هو الاسم تشريف وتكليف اكثر من انه يكون الاسم يكون شنو من وراه ان شاء الله وشنو الاهداف وشنو ان شاء الله. هادشي غنشوفوا ان شاء الله في الندوه ان شاء الله باذن الله. نشوفك تقربتي من الوطن العربي وكذلك العالم، لما لا نشوفك سفيره ديال النوايا الحسنه، لما لا ان شاء الله باذن الله تستحقي. سعيده كثر القيل والقال وفي مواقع التواصل الاجتماعي اولا في بعض التصريحات اللي شفناهم كيقولوا على انك دعيتي الفنانه دنيا باطمه، انت اللي رفع عليها دعوه ماشي الكونت ديال حمزه مون بيبي هو اللي مخليها واقعه في هذه المشاكل. واش بصح سعيده دعت الفنانه دنيا؟ اول شيء احترامي لكل المتتبعين واحترامي لكل شخص. اللي نبغي يعرفوا هو انه سعيده شرف راه عمرها ما دعات شي شخص بالاسم. احترامي لها كفنانه كانسانه، هذاك الشيء كيخصها. انا راه ما دعيت حتى شي شخص، انا دعيت حساب والقضاء كفيل انه يبين لي شكون من وراء من هذا الحساب. حتى سالي هذا الموضوع كامل من القضاء من يبرئ وهو من يجرم، فانا سلكت اتجاه القانون. وحتى الان يعني الان كاينين بعض المواقع وكاينين يوتيوبرز جالسين كيحاربوني وكيتكلموا باسمي وكيتهموني اتهامات باطله وكيحطوا عليا مجموعه في الاشياء، فكونوا اكيدين. يعني كنقول لهاد الناس انه سعيده شرف انا قمت باللازم فقط، سلكت طريق القانون. اي حاجه قالوها او كتبوها او داروها حتى لو فيها فقط تلميحات علي فانا درتها كمشي توجه القانون. نحن في دوله القضاء وفي دوله القانون، نحن في مملكه وحنا كي حكمنا قانون، والا احنا غنولوا في غابه. فاللي تكلم عليه ما غاديش نرد عليه، فكون يعني اي واحد سبني او قال عليا كلام خايب او كيهني او كيقول ما غاديش نجاوبه ما غنعطيهش فرصه، لانه جوابي غادي يكون عن طريق القانون. واعداء النجاح غادي يكون جوابي لهم هو العمل، لانه عندما يعني نكون متواجده ويكون عملي اللي كيبينني وهو اللي كيمتني فما عندش الاخر شنو غادي يقول. فانا الا جلست معاهم غادي نولي غنتنزل داك المستوى، نولي جالسه شد لي نقطع عليك معاهم وهكشي، غنعطيهم تيران وغنعطيهم كور ونقول لهم هاكا لعبوا معايا. لا، ظلموني تكلموا علي بالخايب كذا، توجه قانوني، القانون هو من كفيل. اما بالنسبه للاخت الفنانه اللي ذكرتي لي، انا راه ما كنطيح من حتى شي انسان وراه ما عندي مشكل مع حتى شي انسان، فاللي بغى يدخل يعني يدخل بحاجه زوينه او فليصمت. القضاء كيدير خدمته، القانون كيدير خدمته، انا راجع اللور كنسمع كنشوف بحالي بحال الناس. واللغه او الكلمه الفصل في الاخر او الفيصلي في الاخر هي للقانون. القانون نتمنى ان شاء الله انه يكون ناصف يكون ناصف. يعني الا قال لي القانون بانه هاد الناس مبرئين فانا مستعده انا نطلب السماحه من هاد الناس. ولكن اذا كانوا، لانه الاعتذار لغه الكبار، ولكن اذا كانوا مجرمين ف القضاء سوف ياخذ حقي وحق اي واحد تظلم، لانه ما ننساوش شنو دار هذا الحساب، ما غاديش ننساو. ولكن في نفس الوقت ويعني من وراء القضاء كنوجه امري لله سبحانه وتعالى، لانه تاذيت شخصيا وتاذوا ناس بزاف كيف كيعرفوا، ما يمكنش نجيو ننساو اكيد. اما هاد الناس ما عندي معهم حتى شي حاجه شخصيه، الله يسهل عليها الله يوفقها في حياتها مع اولادها مع كل شيء، ما عندي حتى شي مشكل. يعني ما نبغيش يركبوا على الموجه الناس يبقاو يديروا في المشاكل ويخلطوا بيني وبين هذا، يخليوا القضاء يدير خدمته. شكرا لك. تبارك الله عليك سعيده، ما نطولوش عليك لان تابعك بزاف ديال لي زانترفيو، ان شاء الله نشوفك دائما متالقه. شكرا لكم مشاهدينا انتم على المتابعه. كانت معنا الفنانه الصحراويه سعيده شرف، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه مقبله مع ضيف اخر، تبقوا على خير. شكرا.